والسلام على رسول الله. هذا بلاي ستيشن يا اخوان، ما قد دخلته بيتي، ودخلته اني اجرب بس، خلي ما يستلوا العيال. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله، شوفوا في شهر فضيل وفي ساعه فضيله، انه سبب بلاء اولادي ودمارهم هذا الخبيث البلاي ستيشن. واللي يحب اولاده يطلع البلاي ستيشن من بيته، نصيحه لوجه الله عز وجل. اقسم بالله ما طلعنا هذا الكلام الا من شيء، من تجربه. دمر الاولاد، فسد الاولاد، جاب لهم النفسيه، جاب لهم البلاء. وهذه نصيحه. وهذا الخبيث والله ما رضيت ابيعه، حتى لا اني ابتلي فيه مسلم، ولا رضيت ابيعه. اقل حاجه بيجيب لي 1000 ريال سنه، والله سنه واحده. اقسم بالله دمرهم، تركوا تحفيظ القران، وتركوا القران، وبيفلتوا بصلاتهم، وبر الوالدين، يسب ابوه ويلعن كله بسبب الخبيث هذا، وترك مدرسه.